هو عشان بيرحب بيكم ببعض كده كده ومسألة على طول هو أخذنا ربع ساعة وفي البحث يعني شوف هو ده بالعادة احنا بنبلش 5 طب طيب مين أول شيء حضران الويب ستوري؟ ممتاز مين عنده خبرة مو خبرة بيعرف الويب؟ بجوزنا شوي ممتاز طيب بي اتش بي هل يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان بداية ان تتعلم ان جافا سكريبت ما هي؟ قولي ان بعرف هلأ هنعرف ان تتعلم ان طيب هلأ جافا سكريبت ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان مكمل لعمل الابلكيشن الويب ابلكيشن تبعنا بس شويه اشياء بسيطه بسموها دي اتش تي ام ال حاليا مو جافا سكريبت بس شويه اشياء عشان نلعب في ضمن الصفحه نقيم اسم من هون هون نشوف الايميل صح ولا مو صح اشياء بسيطه عشان بس ما نعمل ريلود من السيرفر طيب بس صراحه جافا سكريبت هي اقوى من هيك يعني حرام نخبيها بدون هالقالبها بدون هالقالبها ميزاتها اللي فيها اول شيء انونيمس فانكشنز في عندها فانكشن بدون اسم مرره كبراميتر مثلا جارج كولكتد ما في بوينترات ما بوينترات المشاكل هاي وتعتمد على اكثر من منهجيين هي اوبجكت اورينتد وريكيرتيف وفانكشن بنفس الوقت وفي ميزه كثير حلوه مو مثل غيرها الا بعض اللغات يعني مثل الروبي انه اي اوبجكت ممكن يكون فيه اي ميثود او اي ممبر هشوفها هلا شوي هشوفها هلا هذا بس اللي فاتح لنا حاليا بس برنامج حيسمع مني جافا سكريبت حينفذ طبعا دار كلمه افتحي تبع تعليم فقط انا عم بقول انه فعليا هو شيء وما في انت جربي كذا خليني اسوي فكره ثانيه يعني انه اي شيء شغال فاريبل طيب فار اي تساوي نيو اوبجكت انا حاليا صار عندي اي اوبجكت هلا بامكاني ان اضيف لاي شيء في نقول اي دوت اي تساوي 21 مثلا ما بيش تمشي حاليا صار اي هو اوبجكت في اي 21 ولو طلبت منه انا قلت اي هي 21 طيب بسيطه اي دوت نيم هلا ما بيعرف شيء اي دوت نيم تساوي MSP مثلا صار A هو object فيه name و age طيب هلا نوعا ما ظريف يعني بس مو لهالدرجة يعني شيء قوي طيب هنشوف هيك A dot say hello تساوي function هل شايف هيك شوف هيك شكل البرمجة قبل احنا بأسلك function بدافع object هذا مثل ما تعرف هلا حاولت اكتب فيه فانكشن لو فرضنا عندي هون جرعية كونسول دوت لوك تطبع لي على الخارج طبعا زي ما نصوص فيها ما نصوص فيها زائد جونسون مبدا كذا مشاكل بس كون كيف كومبينيشن طيب هلا حاليا صار عندي قبل منا شغله بقلب ايه صار كان عندي انا ممبر هو سيجر هاي ممبر بحد ذاته طلع فيه شو هذا؟ بيقول لي فانكشن. فحتى الفانكشن عنده هي اوبجكت. بحد ذاتها هي ككود هي عباره عن اوبجكت فيه كود قبل التنفيذ. انا فيني اتعامل معها فيني مررها كبارامتر فيني اعمل فيها. بس كمان بنفس الوقت فيني اتغير. غير ما اخذ الاقواس فرق استدعاء. فعليا دخل ضمن التابع استخرج من الديس النيم تبعه والايج خلص خرج هذا التابع متصرف بانه ميثود ضمن الاوبجكت.
بالتالي صار فيني انا اي اوبجكت فوق الخواص اي ممبرز، هذا الشيء عطني كثير مرونه عاليه. طيب نفس الوقت لسه عندنا تنظيم، لسه مثل ما شفنا في اوبجكت اورينتد. حشوف شلون. فرضا مثلا مثال سيارات، انه كلاس سياره حاخذ انا سيارتي على انها هي احد السيارات. هلا شيء غريب انه حارق انا الكار على انها فانكشن، تمام؟ بعدين حاجي اقول ذس حط فيها قيم افتراضيه، وات موديل صار جولف مثلا سكر فانكشن، حاليا كار هو فانكشن. طيب اذا قلت له عارف شيء اسمه ماي كار عباره عن نيو كار، شو توقع هو شكله ما بيشتكي بالمرة، هو ما بيشتكي بالمرة. فعليا اي فانكشن معرضة ان تكون كونستراكتر، ومتى ما وقعت بعد النيو هتصير كونستراكتر تكون اوبجكت جديد. هلا اذا كانت تتعرض لعبارة ديس تتدخل فيها مثل هون عندي ديس كونت موديل بتساوي جول، فعليا ديس هذا هو الاوبجكت اللي انا بتطالع معي الكلب. هو اللي حيطلع اوبجكت باور. هلا حول انا نيو كار صار معي شيء اسمه ماي كار. كار اوبجكت من نمط كار فيه الوصفات هاي. طبعا كونه هو ديستانس هذا الشيء بدي اخليه جامد، بس بدي اضيف عليه اتريبيوتس من عندي. نفس الوقت نضيف عليها ميثود جديدة وهيك وهيك حيستمر العمل فيها. طيب هلا هيك لغة عالم بتقدر تحس انه هي لغة قوية قادرة على التعبير بشكل كبير جدا، مو حرام نستنى من الصفيحات، فلازم احنا نستفيد منها بجد. وفي بالك نفكر انه زميلك مجبورين نفكر انه لازم نلاقي طريقة نشغلها على 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 الكمبيوتر التطبيقات. فراح صار في مشاريع، مشروع اسمه اكس يو ال رانر فيه نواه فايربوكس كمتصفح فوق منه كود جافا سكريبت واتش تي ام ال لتعبير عن ديسكتوب ابلكيشن بغض النظر عن الويب كله. خلاص هاي نواه متصفح فوق منها جافا سكريبت واتش تي ام ال مع اسم المعدل مو اتش تي ام ال يسمونه اكس يو ال، فيها كابشن مثلا محل ليبل مثلا انه معناها تكست فرقه بالتعبير، هو في له سنتكس معين بس من هاي صارت جافا سكريبت. في محركات جافا سكريبت على الديسكتوب مثل في رينجو، في اكثر من واحد يعني، بس في واحد اخذ شهر اكثر من غيره هو النوت جافا سكريبت. ولا نشوف شو ميزاته. طيب قبل ما يزال بس في فكره اساسيه بالنوت جافا سكريبت، وبالاخر جافا سكريبت اساسا لازم نعرفها. هلا يمكن كنت تقلي شو عم يصير بالمثال الموجود هلا حاليا. تمام فالفانكشن صار جوا هو بقى انت عم تستعيد من بارامترات معينه، هذا الشيء ممكن تستفيد منه. هي تستفيد منه بطريقة ما انه بيجي معنا للاس كيو ال واعطيه استعلام وما اجي استناها بس تخلصوا علموني وهذا الفانكشن. فهي هون حيرجع حيرجع لما انا استدعوه فاكون واحد علم لك انه انا خلصت شغل، ما في داعي تضلك مربوط معه عشان ما خلصت، لا لسه ما خلصت ما خلصت اول سؤال تك واقف معه، لا بس يقدر يخلص بداية. فعم يصير البسيط تبعه هو بالاحرى بس قبل الشيء اللي حيصير هون حيروح هو حيعمل حياخذ فانكشن سي مرر الباراميتر اللي دخل معه. طبعا مثال بقى اكيد ما بتعمل بس هو الفكره بس طيب بس فعليا احنا حنشوفه بقى. مين شايف انه هذا بس مثال مثالي يعني بقى؟ عرفت الفانكشن
ولكن هذا الفانكشن الفانكشن كله الفانكشن من دون اسم مبدا كمان بس اسم مباشر. هلا هذا الشيء بحيث هذا بسموه كول باك. كمان عندي فانكشن وعندها شغل كثير بكون انا كثير بعطيك اثنيتها اعطيها كول باك بتقدر تشتغل بدون كمان مباشرة تكمل كود. لو كان عندي انا هون كود كمان وهذا الكود كان ياخذ وقت كنت كملت كان الانتربريت اكمل ما استناني حتى انا اخلص. طيب هلا في ظل اللغه البرمجيه الرائعه يعني في اللغات التقليديه الموجوده اللي هي مثل البي اتش بي والبيرل اللي منها والبايثون والروبي اون ريلز طبعا هي جربناها اول المحاضره الماضيه. طيب فكلها في اللغه بيشتركوا بشغله اساسيه شو هي؟ انه في سيرفر بالموضوع انه هي لغه برمجه برمجه صفحات في سيرفر يعني السيرفر بالنهاية حيمثلني عملية الويب ابديت عملية تعديلات الابلكيشن من مكان معين وصلني انت هلا صرت الصفحة الفلانية هلا فوت اشتغل بيقول لي انه اعطيناك فوق بعنوان الفلاني وفي بعدين البارامترات الفلانية فوت اشتغل صلاحياتي من هون نازل ما في اكثر من هيك. فلذلك بتشوفوا مثلا مبرمجين بي اتش بي يعني بيموتوا غير ما يساوي شغله بس يتخلصوا من المجلدات يعملوا كلين يو ار ال بطل عندهم انه مش عارف استفهام وهي الكولي هذا اللي بنعرفه تبعه انه مش عارف استفهام هلا شوف مثال عندهم هون ممكن تسرش تمام هلا اللي هون اللي شايفينه هون بنطلع على جوجل بطلع صفحه معينه هي الصفحه الاساسيه تبعها بنطلع له بارامترات يمكن انه اوت بوت هو سيرش و مثلا كويستشن من جوجل في كثير شغلات كان ممكن اعرف معنا اكيد هذا العنوان اكيد مو هي دبل اكيد بحدد انا مسكه كله هذا وعدد كل بارامتر منه وقدر انا افسره. طيب كانت يكون كثير يعملوا حيل لحتى يعملوا شيء مثل هذا. مثل هذا. انا عندي ديناميكيا عندي مجلد وهمي اسمه 1602 وعندي مجلد وهمي ثاني اسمه جابلين دي بي مثلا. ف 1602 حيكون اسم اليوزر او اي ديته مثلا. بعد منه هو اسم الشغله اللي بملكها اليوزر او حسب اي اصطلاح هو تبعه. بالنهاية هو ما بيقدر يعمل ما بيقدر يجيب نظام لينوكس بيقول له في عندك مجلد اسمه نجمة ما بتعرف شو هو حتى انه مجلد نجمة حيضطر يتلاعب ويفوت على السيرفر ويدخل بشغله. طيب من الافضل اساسا انت نشتري السيرفر نحن رح نوزع طلبات على كيفنا. طيب هلا قضية ثانية كمان باللغات القديمة اللي هي انتظار. هلا هون عندي انا كود هذا شغلته انه يروح يعمل كوري على دي ان اس يعني ياخذ اسم موقع يجيب الاي بي تبعه. هلا فعليا عندها خطوه هي بغض النظر عن السنتكس اللغه بس من الواضح انها انه سيرش هوست نيم يروح يروح يسال طلب دي ان اس. طب دي ان اس ياخذ وقت اكيد قد ما كان عندنا ياخذ وقت. طيب هل من المعقول انه انا وقف سيرت وقف سكريبت هون استنى شغله ثانيه استنى بس دي ان اس ليرجع كم ممكن يسوي شغله ثانيه دلوقتي هون حيضطر يستنى ما عنده غير حل انه هو يكون كود سينكرونوس كود متزامن ما عنده غير ثريد وحده وما يقدر يستخدمها. ما عندي اتش بي كمان على نفس المبدا. طيب هلا هون بتجي جافا سكريبت. فكره جافا سكريبت بالاساس طلعت مشان تطبيقات موزعه تامنوا انه برمجه على كل نود موجوده يخافوا مع بعض كثير. هو شخص حس باهميه جافا سكريبت وقال لها يعني بدي امنها مكاتب للخرج الدفتر. هي شو فيها كان في مكتب لخرج الدفتر بس عم تعمل مع المسطح فقط شيء ما بدي يمشي تمام يعني اعظم ما يكون اني اشيل تكست بوكس غيره لونه او هل الشيء هذا بيصير بدي اشياء ما هلا شو هو جاب سكريبت وضاف عليها مكاتب بس ما ضاف ما جاب جافا سكريبت تبع المسطحات العاديه جاب شغله
اسمها جوجل برمنت جافا سكريبت. هذا محرك جافا سكريبت عند جوجل هو اللي بيستخدموه بكروم، هو اللي بيخلي كروم سريع للغايه. بناء عليه الابلكيشن تبع الابلكيشن موديل اللي بده اياه حطوا له مكان اللي يوصل للسوكتس، اللي هو السوكت شو هو طرف اتصال، يعني طرف اتصال كان من طرف الكلاينت او من طرف السيرفر، بس هو طرف اتصال. وحيكون السيرفر في السوكت تتعامل معه ومن الكلاينت في السوكت تتعامل معه. هو ضف اوبجكت في السوكت عشان تتعامل معه، ستارت كونكشن، سكند كونكشن، بعدين اساطين ارسل رساله للدي ار ويب، مو ويب، المهم عشان ما انترنت ما يصير في كونكشن واشتغل. طيب من الميزات اللي حطها هي انه هي ايفنت دريفن على عكس اللي شفناه قبل شوي، في عندي احداث ما عندي تزامن، انه هذا التعليم بعد منها التعليم بعد منها التعليم بعد منها التعليم، سياق واحد ماشي ما في انقطاع، ما هي حجيها تطلع شوي. جديد الفكره طبعا انه هو اسمه الشخص رايان من شركه جولانت. فهو عمل الفكره ب 2009، الشركه رعته وكان رعت المشروع تبعه وكملته اياه. هو هلا طبعا اشياء جديده ذكر انه هو هلا مثلا بهالوقت هذا طبعا صار بس سنتين ثلاثه قرر يترك المشروع، مو يتركه يعني تبعت بالي يترك المشروع، بس انه هو ما حيلحق لاحقه يوم بيوم باكيت سيس، خلص هو انتهى من الفكره. هلا في شخص ثاني عم يكمل عنه، كمل عنه بعد باكيت سيس والمشاكل اللي بتطلع كل يوم بيوم، ما له فيه، هم انتهوا من فكره المشروع. ايضا في عنا انه هي مو جافا سكريبت عم تفكر على السيرفر بس، هي اقوى من هيك، ولا حد ما كان قدام، هي اقوى كثير من بس انه فكره جافا سكريبت قاعده على السيرفر. في اللي حدد فكره جافا سكريبت على السيرفر هي فكره رائعه جدا، ولكن هي اقوى من هيك. الفكره الاساسيه حكيناها شوي، حكيناها هلا بنعيدها، انه هو ما هي بروجرامينج لانجوج، بروجرامينج لانجوج هي جافا سكريبت، والانجن هو جوجل كروم وثم جوجل فيرجن 8 جافا سكريبت. لكن هي مكاتب وكثير صارت منصه لكتابه انترنت ابلكيشن. هلا ضمن التطبيقات الويب هي مثل الويب سيرفر، يعني هي محل اباتشي، بيعرف اباتشي؟ هي محل اباتشي بس حتكمل كمان محل اباتشي وبي اس بي سوا. طيب هلا هون مثال بسيط من جافا سكريبت، من النود جافا سكريبت. حاطلكم هيك تسمو فيه شوي بس عشان عملية التحليل. تكلم واحد من الدكاترة. بدي اقول لك بس. بدي اعمل لي كويس عشان بس تحليل. لازم تكمل انت. مشكلة مو طيب. هلا طبعا هلا اهم اللي بيعرفوا جافا سكريبت بيعرف انه في عندهم شغله اساسيه مشكله، ما في انكلود جافا سكريبت. هلا بالسي بلس بلس في شارب انكلود، بالبيزك في امبورتس، في سي شارب في يوزنج مثلا، وعلى هذا الاساس في انكلود وريكواير بالبي اتش بي. جافا سكريبت ما فيها شيء، هي مصممه مكاتب وصفحات، شافت وحده مثل ما هي تجي بتشتغل شغلتها والله معها. هلا هو شو عمل؟ عمل اجرائيه لريكواير، ضاف اجرائيه صار في عندها تضمين ملف ضمن ملف. هي اللي خلتها نوع، هي اللي خلتها لغه قابله تعمل تطبيق فعلا وتكون لغه مساعده. بس عملها بطريقه شوي ملتويه استفاد من مرونه اللغه. انه هو جاب اوبجيكت بلش يضيف عليه عناصر جايه من ملف معين. فهي هي اجراءيه بتشبه الكونستراكتر ريكواير، عم تروح على الملف تفتحه تفسره واخره في تعليم هلا بنشوفها، شغلتها بس تعطيه اوبجيكت نهائي يعبيها. هلا احنا حنشوفه على نيم سبيس مثل ما كنت شايفين هذا منه انه كريت سيرفر كانه نيم سبيس او ستاتيك كلاس او هيك شيء ما هيك بقي معنى هو فعليا اوبجكت حتى بلش تكون شوي حتى الكلاس هي اوبجكت بجافا سكريبت والفانكشنز اي شيء هو اوبجكت فعليا هي الاوبجكت هو حاط فيه فانكشنز معينه فصار عنده ملفات عارف فيها فانكشنز تحول لاوبجكت صار عنده نوع من التضمين. طيب هلا بغض النظر عن الفكره هي طلب هو يعمل كريت سيرفر مش بسط الكود كريت سيرفر مرة له فانكشن يعني لازم تتعود عليها بقى لا كل ما تشتغل شوي مرة له فانكشن تلاحظوا ببلش هون الاجرائيه تنتهي هون اطول كود ممكن تشوفه يعني
بصير في اطول من هيك في الكول الابيك خلاص بعدين ينتهي الكول مهم يكون في امامس فانكشن. طيب طبعا هو حرقه بتحط فيها بارامترات بارامترات هذا شيء مقبول ولكن على طريق الان مشاكل اذا كان الشخص اللي كتب هالميثود هي حاط فيها اكسبشن انه اذا ما كانت بارامترات فهاتت اكسبشن اذا ما حاطت راح. طيب هو تاخذ ريك ريس هي ريكوست ريسبونس طبعا تابعين لها اسماء التحولات هي بارامترات داخليه وبعدين يطلب انه يكتب هيدرز 100 هيدر 200 هيدر 200 مين شايفه؟ مين يعني شو معناته؟ سكسس سكسس اوكي يعني عليه لا انت 200 اوكي محله 404 403 500 في مثلا في 301 تحويل تحويل مؤقت 302 تحويل دائم في ارقام انا هلا اقول له 200 كان فيني له صح هي المحاوله بعدها 301 كثير رقم 4 لكن بناء على منين هذا الشخص عمله 403 يعني هذول المعقد الاقتصادي من حكايتنا السياسية طيب شو يصير مثلا عندنا بعد 403 اذا كان مهم ليش بتيجي الحكاية ما عاد انا صفحة انا صرت سيرفر ما عاد بروح على 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 الاباشي بلاقي ملف كونفيك طويل عريض بدور فيه على الراد الديانة بقول هون هون هيك هون نضيف بعد الفاصلة سوريا فاهم؟ اكيد يعني ممتاز فهو صار الموضوع ابسط من اكس. ودي طبعا كل هيدا اللي معه شويه داتا فهن بيحب يعرفوا شويه التحولات بالبروتوكول اتش تي بي. هلا قلنا هون انه كونتنت تايب هو تكست سلاش بين او بتكتب تكست عادي. طيب في مثلا اشياء ثانيه. بعد منها عندي انهي اتصال ولور. عم يكتب يعني اثنين بواحد بيكتب انهي اتصال. طيب انتهينا من الموضوع، انا فعليا شو عملت هلا؟ انشات سيرفر وانشات له فانكشن مسؤوله عن الرد على العالم، هي الكول باك مو بترد علي رح ترد على كل واحد بتسال الكول باك عبر الحواسيب تمام؟ ف هذا الاوبجكت كله اللي طلع معي دوت ليسن كله طلع معي اوبجكت وسيرفر تسمع على البورت 1337 على الاي بي ادريس 127.001 هلا حاليا صار عندي سيرفر روح على هذا على هذا العنوان فبلاقي كان سيرفر بلا عشان شوفه. طيب هذا كونسول لو شفناه هي بس مشان الشخص اللي هذا ولكن رقم سيرفر شفناه ستارتد ولا مو ستارتد ولا الكلام هذا. طيب هلا نجربه بس هذا هذا لابتوب هذا نجرب اللي قريب عليه عملت كونكت على الشبكه عشان يوصلوا للخير. طيب اللي يفوت على التيرمينال على المتصفح على الاي بي ديفايس بس مو يفوتوا فيه 80 يحطوا نقطتين والكور 8888 العنوان اللي نكتبه هو هذا يعني ريكوست اندد ممتاز عشان كل واحد طلع ريكوست اندد وصلوا اذا باقيين ريكوست ريسيف تعال شو هي اللوجيك اللي حاطه هنا الاي بي كانت سيرفر ايش بس مروحين هذا تنفيذ الكود نفسه اللي كان مكتوب او شبيه فيه كمان رح يحصل لكم هيك طلع عندي انا وحده او تنتين حسب متصفح هلا بجوز الناس بالبيت جرب عم تستغرق ليش عم يصير شيء طلبين بعد مصطفحات تطلب طلبين لموقع محل طلب واحد او اغلبها طلب جيب في الموقع طلب جيب في باب ايكون يجيب له يكون الموقع شوف واحد دائما في طلبين ما استلموا اذا طلبين صاروا على السيرفر طيب كل اللي حطيت معهم ثلاث اربع عمل عملت
سلبيه انه عم يجي ريكوست. كيف صار بلا طبعا هي؟ كيف حطوا على ريكوست انت؟ نعمل هنا هلا ما تطلع وقتها لا كثير ازعاج يعني هلا ما مش جاي. طيب هلا كمل بس المحاضرة كمل ستايل هاد معنا. طيب هلا هلا شفتوا هلا فعليا ويب ابلكيشن هلا الحين ما عندنا ايميل بعطي ريكوست اند بس شو ويب ابلكيشن الله يكتب ويب ابلكيشن فعليا هو يعني يعني اكثر منك كثير يعني بس هلا هو كثير متواضع حيعطينا عباره واحده تمام. طيب مشان يمشى حاحط له حتى عندي انا تمام. هني عندي انا عندي انا حاطط له بالوس محل محل اي بي حاعطيكم هيك الدور تمام. هلا ويب ابلكيشن طيب هي الموضوع كله هذا هو اللي جاي وجانا عرفنا فيه النهاية ثلاث ثانية ويب ابلكيشن طرحته اكثر هو بيكتب بشكل عام انترنت ابلكيشن مو ويب بس ممكن اعمل ويب سيرفر ممكن اعمل اي شيء ما هي اتصالاتي سي بي انا حر اعمل فيها. طيب هلا ليش نود جافا سكريبت في غيره كثير مو كثير يعني في غيره في شيء اسمه ايفنت ماشين على روبي وفي تويستد على البايثون. ليش هو بالذات؟ اهم شغله انا ما عاد علي اتعلم ويب لغه جافا سكريبت على مصفح جافا سكريبت على السيرفر نفس السنتكس حتى هو تعمد يتحدث نفس العادات تسوية المتحولات والحكاية هاي ومفكرة الكل بقى الكل بيعرفوني بيستخدموا جاكولي مين تعرف جاكولي؟ أسلي؟ طيب تمام ففكرة الكل بقى معروفة بجافا سكريبت أساسا أو بالأحرى حتى لو ما كان عارفها هلا حاليا هم صار ويب ديفلوبر نتعلمها نفس الأفكار. طيب وغير هيك حاليا أنا عم برمج ويب سيرفر هي حكيناها إنه أنا ما عم برمج صفحات ما عاد مشروعي خمس صفحات صفحه اسمها فيو توفيت بعطيها برميلها توفيت اي دي صفحه اسمها بدي اشوف بس واحد صار شغله مبهدله يعني انه ما في ابلكيشن في مثلا تمبلتس عم بتفاعل مع المستخدم عم بتشكل ابلكيشن فهلا صار انا مسؤوليتي اعمل هاي نيجا ريكويست وهي دي صار مهمه جدا جدا هي شيرد ران تايم اند ميموري امونج كلاينتس. هلا نسال سؤال على فرض انا عندي على البي اتش بي عم ساوي تشات سيرفر على فرض احنا حلينا مشكله التخاطب بقيت انه المصفح يطلب السيرفر سيرفر يطلب المصفح بغض النظر. طيب شو بقدر احفظ التشات اللي صار المحادثه شو بدي اسوي لكل الناس من دون ما احضر داتا بيس من دون فايلات يعني وصولها ترسل ما بدي ترسل الميموري اسرع ماني محتاج انا اوصل للقرصه القرصه يعني صارت قصه ثانيه اكيد الوصول تبعه اطول كثير. هل في لغه برمجه حاليا حسب علمي لا بس هل في لغه برمجه حاليا فيها نوصل فيها لذاكره مشتركه بين كل الكلاينتس؟ عندي والله كائن اسمه ذاكره مشتركه، انا عندي حتى اللوجيك الرن تايم كلياته اللي ماشي فيه مشترك بين العالم، كود شفتوه مو الكود شفتوه نفس الفانكشن مره بيجي كول باك من فلان مره من فلان. فانا برياحه في حته صوفه والكل يشوفوها. في شيء ما في شيء مثلا. يعني اكثر شيء بقدر اوصل له انا بجمع اشياء بجمع على مستوى جلسه الشخص الواحد. يعني بتخليني مثل الشخص ما يصير مجموع صفحات بالنسبه له كثير صفحات مثل الشخص الواحد هي واحد هي الا واحد الا شيء يجمعها ولكن انا اقدر اعرف انه احط العالم كله ضمن سياق واحد ما كان في شيء موجود ولا كانوا مضطرين كلهم يحطوا انه دغري يوصل على اللوج كل شيء مسجز من الشات سيرفر طلعوا على اللوج بجدوى معين داتا بيس بيشتغلوا فيها او بقى في شغله ثانيه مؤثره شيء لغه ثانيه شغله خاصه
في تي في. طيب اسينكرونوس انا ما كنت وياها اسمها تعال هلا في شيء مهم انه هي ايفنت اي او. شو اي او؟ انبوت اوت. طيب انبوت اوت بيشمل النتوركينج والقرصل وكل شيء فيه خرجه دخل. طيب فنو بس تكون في عمليات اي او ما فينا نستنى تحميل الثريد تبعي الاساسيه انا ماشي فيها وتبعت طلبات فرعيه انا ماشي بطلباتي بس هلا بدي انا استنى عندي الناس فبروح بدكم تستعني بس خلص برجع لي انا هالزمان ما شو كنت عملت؟ كنت رديت على شخص ثاني خلايا الثاني عم يطلب كنت رديت عليه فهي حكي انا بسرعه اكبر كثير شغله اشبه بالبايب لاين المعالجات يعني انا عم بوفر الوقت الضايع مشان ما في ما لازم استنى انا قلنا انه في اشياء ثانيه يعني اللي كانت ايفنت ماشين وتوستد على البايثون وفكرة هي كمان الناس ذكرت انه جافا سكريبت بالبراوزر اساسا عليها ايفنتس مش هذا جديد عليها ولكن كانت على مستوى متصفح ايفنت لما بتسكر صفحه ايفنت لما بتبس على زر هلا احنا قلنا على مستوى السيستم نتوركينج مثلا هلا بشوف مثلا انت عندي كاين اسمه بروسيس كمان الكونسول تبعها كثير فريندلي يعني مثلا بروسيس بيكملها على حاله ما هو تيرمينال يعني مثل الريلز كونسول طيب بروسيس هو عباره عن اوبجكت فيه كل شيء يخص البروجكت البروسيس منها في اي تبعها بروسيس اي تبعها قديش وممكن اعرف انها شو البورت اللي شغال عليه تمام؟ خذ قصة من هيك
فبس لو جيني داتا بروح على كل العالم واعطيهم داتا اسر. طبعا بس سكت اون ان لما هذا واحد سكت الاتصال تبعه ومشي حسيت انه طبعا ايرور فور في عندي احد الاوبجكتس ما فيه شيء فلازم انا بس نبرو هي سلايس ان شاء الله سكريبت بس ان شاء الله تاخذ 13 كلمه مضبوطه. طيب هلا مين في لينوكس؟ بس ويندوز ما تعمل ويندوز ولا تعمل ما يصير؟ هلا حنجربه مش كيف حلو اعملوا كونكت بالمومن براوزر بقى هلا مثل ما حنسوي عنده لينوكس ان سي بعدين لوكال هوست بعدين كونتاكت سوري ثواني I'm not sure if you're going to be able to do it.
جافا سكريبت واللي حتى سأل نود فعليا شو وينه هلا؟ انه شو هل هو فعلا كفؤ؟ رح نشوف مين استخدمه وليه حقيقي هو كفؤ ولا لا؟ هو اسمه مايكروسوفت. مايكروسوفت. طيب رح نوصل لويندوز ايزر بعد كلاود كومبيوتينج. طبعا احنا مستخدمينه طبعا عشان بس الريال تايم ابلكيشنز مستخدمينه بس للكوميونيكيشن. مو كم ويب ابلكيشن ويب ابلكيشن بس مستخدمينه لانه يفتح سوق اكسل وسوق اسمه. تمام؟ واي باي موقع شراء المعروف لينكد ان ياهو. وطبعا شيء سكاريا هو عامل كمان مؤتمرات بعت ياهو استدعوا فيها رايان عشان يحكي عن جافا سكريبت. طيب هلا بعد كل هذا انا بكون بيدي 100 اداه على بي اتش بي لاشتغل بلاقي الموضوع صعب. بقسم لي مجلدات وفاصلين واكتب سكريبت بمكان معين. انا هون مضطر اني ارجع شوف من جديد بمسك اليو ار ال بحلله لاعرف الشخص شو طالب. مثال هي حسنا المثال الأولاني اللي شفتوه أول شيء. طيب أنا حاط له طاير كويس إندر مثل العادة. طيب حاط له سلاش يوزر ما فرق. طيب داش مدري شو ما فرق. تمام. طيب شو متحل على الحل إنك تفتح الكود وتفتح على السجين وقف شوف اليو ار ايه شو هو كان اسمه شاف شاف اوريني شو كانت شاف الثاني شو كانت. أكيد مو منطق إنه لما يجي شخص وبلش بناء موقع يبلش من نقطة واحد. هل نود شكل العقبة؟ هي أدر مفهوم جديد أكيد ما حد درس فيه مبدئيا. الحاجة اللي رجعت بنيها بناء عليها كل الطبقات اللي قاعدة تحت اللي قاعدة مثل ما في اتش بي. هل احنا لازم نرجع نبلش من الصفر؟ هل يستحق الموضوع نبلش من الصفر؟ صراحة ببدأ من الصفر. انه هو نود انطلق ب 2009 انا هلا ب 2012 بدايتها صار فيه مودولز واد اونز لايبريز تكافئ تقارب روبي اون ريلز اللي عليها تطوير من فتره طويله كثير. حتى الريلز في شيء اسمه ريل واي جافا سكريبت نفس الميزات تماما. طيب هلا هذا الفريم ورك اسمه اكسبريس شرطه شغله هيك شايفين كود هون ما في كود هون هيك شو كود هون باين بس نزلوا بجمعوا اداه تيرمينال انشئوا اوتوماتيكيا بس اكتب اكسبريس حاليا شو صار معي انشئ لي مجرد بابليك راوتس فيوز حاليا راوتس هي الكنترولرز يعني من جزء ام بي سي والفيوز هن اللي كانوا يكونوا صفحات الاشتمال بعد البي اتش بي
يعني صفحه البي اس بي العاديه كانت بقى هي هون فيو فار اسمها. طبعا هم اسمي هون اذا كان في مافيا منو فيو بيمكن تدخل البابليك مباشره. بابليك هون هاد بابليك فعليا هو مثل دبليو 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 كان لاي اول اتش تي دوكس تمام. حط الملف بس تحرك هو شغلته شاف انه الملف عم تطلبه انت يفتح ويقرا ويعطيك ما نعرف اكيد جافا سكريبت اسمه مثلا لاشياء هيك. بالنهاية هو لغة تلميذ معينة خلينا نحط فيها HTML. أنا ما أقصد إنه في عندك أحفاد الـ H1 عنوان كبير وعندي P paragraph welcome to test. طبعا قمة ال يعني كثير حيكون في شيء غليظ مش لأنها من شلون أتعلم على لانجوج ثانية مارك أب لانجوج ثانية غير HTML. طبعا بامكانك ان انا بامكانك ان تستخدم الاجتماع انا تحكي شيء قلنا في تابلت انجن ثاني اسمه EGS هذا مثل PHP ثانية نكتب فيه مثل PHP حط فيه تاج ضمن الكود. طيب انا بدي اشتري مشروع على الاساس هذا هلا شوفوا هلا مين بده يشوف الفرق بينهم بين PHP؟ ولا شيء. بس مشان تفهم كيف صار الفرق بالمين. هو يعني جيم. هلا
مشكلتي دي كانت مشكله اللي حكينا عنها في الويب ستوري قبل، هي المشكله اللي تعالى عايز على السريع. المشكله ان ما السيرفر ما بيقدر يقول ما بيقدر يعرفني مين انا. انا بدي اعرف هو له اي بي مثل ايه بدي اعرف، بس هو بدي اعرف بضطر افتح كونكشن بضل عم استنى لحتى اقدر انا اتواصل معه. طيب هلا بدنا نكمل العمليه كلها في اطار اسهل 100 مره. هو حيصير هيك كالتالي، سيرفر سايد مكتوب كود انه استخدم اللي استخدمه فكره الاي او رح تنشئ لي سيرفر وتعالي ليسن على بورت معين. طيب هلا نفس الشيء اون كونكشن جي كونكشن نفذ هلا بدك ترسل احداث ايمت حدث هو نيو بارامتر تبعه في الوورد. يعني كان في شيء يقول ايمت نيو بوست بوست بودي كذا وبوست تايتل كذا عشان يبقى عندنا ايفنت وايفنت ارجيومنتس. بس منين راحوا هدول؟ راحوا من السيرفر. وين وصلوا؟ عم يستنى عليهم صفحة اون نيوز وصلوا على كلاينت. بعدين كان صفحة كمان عندي نفس البرمجة عم يشتغلها كانت على الطرفين نفس الوقت. نفس الكود سنتكس تبعه حرفيا نفس اسماء الميثودز حتى انا بالنسبة لي خلص ارسلت من هون ايفنت يوصل نفس الاسم هو ما عنده مشاكل. يعني هي الصفحه اول شيء بتبعت له اياها للمستخدم وبتربطه فيه تمام. هذا السيرفر لا الكلاينت لما تجمع صفحه تبعت له اياها وبتربطه فيه بصير بتشتغل انت وياه الراوتر. تمام فعليا عندي كم فتح اشتغل على تمام. عملنا انا لينك لهذا السكريبت. ما هو في طريقه كمان بدون حط سكريبت في طريقه هو لحاله بيعمل لك ملف عشان تعطيه للعالم يفوتوا منه. ما يعني زمان كانوا يعملوا هيك اساس بدهم اكس كما شو كان اسمه؟ اكتف اكس. تمام. ما هون انت بس بعت له اتش تي بي اللي هو نص الصفحه. هلا هو مو الفكره، هون هو مو اكتف اكس على الحل ولا فلاش على الحل ولا ويب سوكت على الحل ولا كومنت اللي هي فكره انه بيرسل وخلينا يملي طلب عنده بدل ما يخلص يروح يطلبه مره ثانيه بدك شيء لا بدك شيء لا الكلام هذا هو كلها بنصور. شو مسطح بدعم؟ شو افضل لو شيء بدعم مسطح؟ بدرسه. اذا كان مسطح بدعم اتش تي ام ال 5 رح يستخدم ويب سوكت اللي هي طريقه فتح تي سي بي كونكشن. اذا كان مسطح ما بدعم يفتح شيء ثاني. بدعم فلاش في عم يعمل ملفات فلاش مشان يفتح كونكشن. مسطح بدعم شيء كونكشن مثل اي مثلا بدعم شيء براوزر بدعم الكومنت انه هو على الاقل يرسل وما يرجع عليه. طيب هلا كمثال عليه طيب هلا الابلكيشن عم على الاكسبريس اكد دقائق الابلكيشن ما اخذني كثير وقت. طيب فيكم تفوتوا عليه طبعا محل الاروق الوسط اي بي الكود موجود نفسه حرفيا الكود اللي انتم شايفينه. ايه
اني انا كل ما بتصلي رساله اللي فيها رساله جديده بروح بجيب كل الرسائل. انا بتلاقي طريقه مشان اذا كان في واحد ما كان موجود صار يذكر كلها. كان فيني ارسل رساله برساله. يعني كل كل العالم صار رساله فوريه انت رسلتها. كبر من خلال تمشي نعم شوي. ولكن الطريقه اللي طلعها انت عندي انا شغلي كتاب مسجل فيها كل شيء. اللي هي هي. يعني حتى لو كنت مكتبين هون بدي اعرف انت اللي عملت خمسه ممكن اللي اروح اشوفه ما في داعي بس اعرف ما في شيء صغير طلع الكود موجود هون شلون بس اكيد موبايل مزيج من الجيكوري على سوكت اي او فبغض النظر عن شحال بدور على الجيكوري ولا على الجيكوري فالمعنى الاجمالي انه انا عملت سوكت فتحت سوكت مع هذا الهوست تبعي انا اخذت 3000 كور تبع سوكت لكن كورت اتش بي اخذ 3000 عشان تعرف عن كلمه ويب وعشان تعرف عن كلمه رسائل شو نوصل لنيو مسج نجيب الستريم هذا الستريم هو ملف كله هو الديف كله عم تعرفوا كيف رسائل من اللود لمسج مش ديف وهي جاكوري هي كل جاكوري هي اي حدا جاكوري مباشره اللود صار اصلا مطار بجاز بجيب بجاز عادي ما علاقه بالمجال فكره انه بدي اذكر هي هون بربط فانكشن كتبت اون نيو مسج لود مش ديف هلا هدول الاختراعات عم بنوصل لساعه كل شو ضلكم اكسبريس توكن باي او ميشو اكيد ما حدا بتعذب بكل واحد عاملين شغله اسمها ان بي ام نود باكج مانجر فيلتو بس بتكتب ان بي ام انستول اسم الباكج اسم الباكج وبتنزل بدون مشاكل تمام انا عرفت انه ما انتم مثل اوبونتو اوبونتو قيم جدا جدا للبوست اللي تبعته فبنزل بنزل بنزل الرابط هذا بس نزل الرابط هذا اذا عندك باكج مانجر بتنزل منه كل شيء بالنسبه لي بيعرف جيكوري اللي بيعرفوا بقى في جيكوري على جافا سكريبت جيكوري على السيرفر يعني قبل ما يصل الخارج العب فيه ما يصل طيب طبعا هذا الام بي ام شغله واحد ثاني غير راين مشروع طور سرعه 2009 2012 كان تقريبا هو خالص عم بيشتغلوا فيه مشروع موديولز عليه طور واحد ثاني فالعالم حابب تكرم ربك تطور هو الشخص الثاني بحد ذاته هو اللي استلم تطوير بعد كمان استلم تطوير معي طيب بدي افوت على الام بي سي ورحت الام بي سي شفنا الام بي سي على هيك من قريب ولا بعد اكسبريس طيب تذكر كيف الام بي سي هذه عارفها انه هي بتصير بس ما بين ادراج بيانات والراوتنج عليك نشوف اليو ار ال اللي وين عم يوديني ما بين يوزر انترفيس اللي هي الفيوز كانت انا قلت خرج من هالشغل على الستايل مع ستايل مشاكل اكيد ما حق اجي الزق مع الداتا اكستراكشن موديل اللي حكى عليه اللي حتكون كود هيك مفهوم موضوع على الجافا سكريبت في اكثر من باكج تحمل تتابع الموضوع في لوكو موديل جافا سكريبت وفي نوت جي اس ريل واي ممكن هي ريل واي جافا سكريبت اسمع ريل واي هي يعني هي اكثر شيء بتشبه الريلز او بالاحرى هي ريلز لحد ذاتها مشان الام بي سي هيك بدون معروف ما هيك؟ وانا في عندي انا مصفح بيتم كنترول لورقه معينه بيروح على الموديل بيجيب داتا بالداتا بيس بيطلع بيعمل له ريندرينج بكنيه هلا بالريلز عندي هذا البروتين هذا طيب مين في جزء وين في جزء مو بايدي بالريلز لحم راوت بلت ان الحقيقه عملوا كونفجريشن ملف الراوتس بقول له اللي كانوا هنيك حطوا هون اللي كانوا اما هون الراوتر بحد ذاته انا كان فيني اسد الراوتر الثاني
انا لما نزلت باكج اكسبريس فتعمل راوتنج عني، هي تمثل يو ار ال وتقطعه وتصير فيها الشغل هذا. حتى كان بامكانها ما تفهم مثل اشار، تفهم باشار محل ما. مع سترينج تمثل على كيشر. طيب هون كانت هي المساله بدون خاصه بعرف شو ما بعرف شو اقول. وطلع استخدام. هلا بالنوت جافا سكريبت هي شيء ممكن انا اعدله. ممكن استخدم غيره. على جراف انا على كيف. طيب هشوف مثال بس على الريل واي. محل الريل واي نيو، محل الريلز نيو. طيب هلا معي مشروع جديد فيني انشئ فيه يسميه ريسورس، مورد معين او اي شيء، يوزر او بوست او كذا. نفس الطريقه اللي بتشتغل في شركه الريلز، انا بقول له مورد طبعا ريل واي جنريت سكافول نيم، بيعرفوا الموديل مع الفيو مع الكنترولر. يوزر نيم كاو سترينج نيم كاو سترينج انشا كانك لغات كتب ترينج انا كل انت لغات ابطل هاي بلحظة حالة كمبيوتر عشان مرة برنامج ثاني كان عم يسمع على الكورت بالدلار فاثنين مشكلة. هلا حاسين كل ريل محل الكنتروليت دور كنتروليت وين؟ هلا بلو فلاش يوزر اعطيني مع السايت اوتوماتيكيا نيو يوزر هيا تيرو عامل دي جيم دي جيم جاي صار ده 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 بس مثلا عامل دي جيم جاي ليش عم طنش الجمهور يا زلمه ده صار ايه صار ما دي جيم جريت ولا ما بدك ما في داعي مشكلة معينة كيف هم ما حد كيف حاط والله هلا بس على كيف هذا شو عارف إكسبرس هلا هو هذا ريلوي مني فوق إكسبرس فريلوي فوق إكسبرس صار هون شيء متريز هلا نقول له راوتينج بريكم راوتينج المشاكل هاي هفوق له ضغط منطقة ال conversion over configuration في عندي صار أنا أشياء تنشر مثل انه خلص بيقدر يشوف الشيء بيشوف الطريقه الثانيه. يمكن المشكله عندي وين نزل اتش بي ال اي. طيب طبعا هل ريل واي في شغله اسمها جرلين دي بي. جرلين دي بي هو اختراع عظيم جدا جدا جدا. هو انترفيس اي بي اي تعامل مع داتا بيس بغض النظر عن نوعه. ايا كان نوعه بتعامل معه بنفس الطريقه. من هذا الكود اليوم نيو بوست بوست كرييت بوست اول اثنين كل البوستات موجودين بوست اول بتطلعي انا هون شرط معين فينا اخذهم وعملهم ديستروي مثل فيلز تماما
بنفس الوقت كمان انا مرتاح ما كل شيء اسمه بس كمان حط شوي علاقات هاز ماني وبيلونجز تو كمان مسويها لحالها. فعندنا كان عندي انا بوست يوزر يوزر هاز ماني بوست بتكفي العباره هاي لحتى تربط البوست مع اليوزر اي دي اوتوماتيك حتى عندي يوزر هيثم وعنده اكثر من بوست ما بدي اكتب على الريز عندي فيها. معنى كده من ده موجود بالريز اساسا يعني. شكرا لحضوركم. اتمنى تكون مقدر عجبكم. ما تكون هيك شو وش هون. اكثر من هيك عندكم الجيت هاب في ريكومنديشن كفايه عنه وفي مقالات موجوده هون وفي هي توتوريال كثير جدا. نوت بيجنر توتوريال كاتبها واحد بيجنر اساسا.